كده الواحد هنا الاستاذ ايهاب دي برنامجين، برنامج انتخابي وبرنامج كتف قانوني، هو ده يختلف عن برنامج ازاي؟ برنامج تلفزيوني. الحقيقه اثر طبعا بعد كلمات الترحيب والشكر والحاله الجميله وحاله الحوار ان احنا بنامل ان تكون دايما هي شغاله، وان انا بتمنى ان دايما على الاقل خالص مكاننا ده، المكان اللي احنا فيه ده اللي هو مقر محامين الوراق، اتمنى ان الحاله دي تبقى شغاله دايما، يعني ده قبل الكلمه. يعني بالنسبه لعرض البرامج الانتخابيه، كان في مقوله كده للاستاذ عبد الحليم حافظ لما جه يغني بعد الست ام كلثوم، فقال انا مش عارف ده شرف ولا دي ورطه، ما الكلام كله اتقال، يعني لما جه يتكلم في الاخر يعني. فانا مش عايز اخد مساحه كبيره لان لسه هيبقى في كلام تاني الخميس اللي جاي واللي بعده ان شاء الله، هنقعد مع بعض. البرامج اللي اتعرضت من الاساتذه الزملاء المرشحين في الوراق هي تقريبا كل كلامنا هيبقى واحد، لان كلنا تقريبا نفس الداء كلنا نعرفه كويس قوي. لكن هنقدر نعمل ايه؟ حاله التغيير جايه ولا مش جايه؟ انا شايف من خلال اسماء المرشحين دي بدايه التغيير، ان في اسماء جديده عندها طاقه عندها امل، والامل دايما طالما موجود يبقى هنقدر نتحرك. زي ما بيقول عم سيد حجاب كده، ما تحرموش الصادقين من صدقهم، يقعوا يتكعبلوا يقوموا ويكملوا. احنا وقعنا كتير لكن هنقبل ان احنا نقول اللي قاله الاستاذ حمدي في الاول، واللي بعد كده اكد عليه الاستاذ اشرف والاستاذ احمد فرغان والاستاذ راضي والاستاذ جهاد والناس اللي اخذت الكلمه، هو كلام طبعا رائع وراقي. ولكن المشكله برضو كان بالمناسبه، يعني كان شوقي بيه ليه بيت كده كان بيقول ان من العقول جداول وصخور ومن النفوس حرائر وإماء. فللاسف ان من اعتلى يعني مناصب كتير في ال 30 سنه اللي فاتوا او ال 40 سنه اللي فاتوا في نقابه المحامين، كانت النفوس تحتاج مبدئيا انها تتحرر مبدئيا من حاجات كتير. يعني دايما طول الوقت بناكد على مبدا استقلاليه الوطن، استقلاليه النقابه، استقلاليه الوطن، استقلاليه النقابه، طول الوقت بنتكلم في ده. لكن اللي حصل ده بفعل فاعل خلينا نتركه ونبص للامل اللي جاي. برنامجي مش هيروح كتير بعيد عن الاساتذه، انما انا شايف ان لو قدر لي التوفيق ما عنديش برنامج غير اني اشتغل بحضراتكم، اشتغل بالزملاء المرشحين وبرامجهم. وده يعني هيكون شرف ان احنا كلنا نشتغل مع بعض، بصرف النظر بقى عن مين هو عضو المجلس او مين اللي بيمثل الجمعيه العموميه، لان احنا الجمعيه العموميه اللي فيها المرض وفينا الوجيعه وفينا الالم وفينا المرار. يعني انا هختصر بقى عشان في اساتذه كمان، انا شايف ان حتى العدد من الجمعيه العموميه اللي ليها حق التصويت لينا احنا كوراق يعني ما هوش اكتر من يمكن المرشحين اكتر. فمش عايز اخوض في تفاصيل البرنامج الانتخابي، فخلينا نتكلم المره الجايه. لكن برضو الاستاذ محمد فتحي كان اخذ على عاتقه قبل فتح باب الترشيح او بعد فتح باب الترشيح بمده صغيره انه يقود معركه خارج مساله الترشيح، وانا يعني بكن له كل احترام وتقدير وتعظيم سلام، وهي معركه الوعي. معركه الوعي دي بقى لزمن علينا كلنا، مرشحين او مش مرشحين، من جوه الوراق او من بره الوراق، جوه الجيزه او بره الجيزه، معركه الوعي ودور المحامين انهم يرجعوا تاني قاطره الامه، ان ترجع دور المحامي بقى اللي هو اللي احنا اتربينا عليه او جينا سمعناه. واحنا انا بتشرف ان انا ابن الجيل الاخير اللي انا بطلق عليه دايما اللي هو نط في السبنسه بتاعت القطر ولحق روائح الزمن الجميل اللي منه اعتقد يعني الاستاذ احمد زكريا والاستاذ محمد فتحي، وهو جيل الحراسه. وكنت بتكلم على الاستاذ محمد فتحي في الجزئيه دي، خرجنا في الحراسه، وكنت كتبت في احدى الصحف ان في نظره في مقال بعنوان نظره في عصور ما قبل النقيب، فخرجنا في مراره الحراسه واكتشفنا ان الحياه امر بعد وجود
مجلس نقابه المحامين والجمعيه العموميه الاولى في 2001 اللي جه فيها اول مجلس نقابه المحامين بعد فرض الحراسه في مقتل الاستاذ عبد الحارس مدر رحمه الله عليه في 94 والفتره اللي طلعنا فيها اللي كانوا بيسموها النفق المظلم. انا اعتقد اننا خرجنا من النفق المظلم الى الليله السوداء يعني كان النفق المظلم بقى ارحم يعني. فمش هطول عشان نسمع الزملاء المرشحين الشباب والاساتذه اللي شرفونا، لكن هاخد بقى من وقت دقيقه كمان عشان لابد في هذه المعركه ان يرد الحق لاصحابه، وان ودايما باكد انه في الاخر يا ساده وفي الاخير لا يصح الا الصحيح، في الاخير لا يصح الا الصحيح. بقيت الدقيقه 30 ثانيه دعوني اتكلم واتخلى عن صفتي كمرشح واتحدث عن القيمه والقامه الكبيره وهو الاستاذ حمدي الاسيوطي. ياخد حقه مش كمرشح لمنصب النقيب، ولكن ياخد حقه لانه مد يد العون لجيل جيلنا احنا افتقد القدوه، افتقد مهنيه المحاماه، تربى على 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 ان المحاماه شيء عظيم وشيء له جلالته وهيبته، وجدنا ده في عدد قله قليله منهم الاستاذ حمدي الاسيوطي، عاش مناضلا بالقلم وبالورقه وبمرافعاته الشفويه، فهو امتداد للجيل اللي تحدث عنه زي الاستاذ لبنه والاستاذ فتحي شلبي رحمه الله عليهم والاستاذ نبيل الهلالي ومجموعه حقيقي اثرت واثرت وتاثرنا بيها. فايا كانت النتيجه وايا كانت الانتخابات ولها حساباتها ولها مقاومتها، والصندوق دائما ابدا نعرف انه قد يكون لا يفرز الاصلح في بعض الاوقات او في كثير من الاحيان عشان نحط الامور برضو في نصابها، الا ان انا النهارده في قمه السعاده لست كمرشحا ولكن كمحامي من محامي الوراق. شرفنا الاستاذ حمدي الاسيوطي بحضوره في المقر ده، فانا بعتبر ان ده اكبر تشريف بعيدا عن الانتخابات وحساباتها، الا انه كان ابا روحيا. اؤكد على هذا مرارا وتكرارا انه لا يصح الا الصحيح، لا يصح الا الصحيح، لا يصح الا الصحيح. كل التوفيق للاستاذ حمدي الاسيوطي.